تلحق بنا من الرياض الصحفية مها الوابل. مرحبا بك سيدة مها. بداية، كيف تابعتي علاقة في هذا الخطاب، علاقة القيادة بالشعب وأيضا ثقتها في المواطن، مما ربما سيرفع المعنويات في المرحلة المقبلة؟ مساء الخير عليكم جميعا أخي محمد. اليوم حديث الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله كان بمثابة صمام الأمان لنا جميعا. حديثه اليوم كان له أكبر الأثر في نفوسنا جميعا. لمسنا من حديثه أطال الله في عمره اهتمامه بالإنسان أيا كان هذا الإنسان، سواء كان مقيم أو مواطن. كانت الكلمة احتوت في أكثر من فقرة على قيمة الإنسان سواء كان مواطن أو مقيم. نستشف من القائد حفظه الله أنه كان واضحا وصريحا، رغم أن الكلمة كانت فيها روح التفاؤل والأمل والروح الإيجابية، لكن أيضا كانت واضحة وصريحة في كل ما يواجهه العالم وليس المملكة العربية السعودية. نعم. أنه هذه الأزمة تواجه العالم وأنها أيام صعبة لكنها ستمر، روح سواقة إلى الأمل. نعم. وستتحول إلى تاريخ. تفضل. نعم أستاذة مها، هذه الكلمة كما ذكرت أنت ربما لمسنا فيها أنها كلمة كانت موزونة بين مستوى الخطورة وأيضا مدى التفاؤل، إيمانا أو اعتمادا على إيماننا بالله عز وجل وأيضا ثقتنا في قدراتنا في ما يتعلق بمنظومة وزارة الصحة وغيرها من الجهات العاملة. برأيك ثناء الملك وإطرائه للجهات العاملة خصوصا في وزارة الصحة، ما أهمية هذه الإثناء من الملك؟ حفظه الله وطال الله في عمره أشاد بالقطاعات الحكومية وجاهزيتها وخص وزارة الصحة ثم أثنى على عمل وزارة الصحة. هذه نقاط يعني مهمة جدا. تقريبا جميع، إذا ما كانت كل الهيئات والوزارات تعمل خلال هذه الفترة من الحرجة من الأزمة التي يمر بها العالم، نحن نشهد المواطنين ككل على جاهزية هذه الجهات وهذه القطاعات. ولا مجال هنا لذكر لأنها جميعها بلا استثناء. وزارة الصحة، أبطال الصحة حقيقة هي منه حفظه الله كانت لمسة أبوية حانية في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، ورغم صعوبتها فقد أبلوا بلاء حسنا. هذا يعطيهم يعني دفعة وقوة ورغبة في تقديم الأكثر والأكثر. نعم أستاذة مها، أكد الملك أن المملكة جزء من العالم وأيضا تعاني من هذه الجائحة، لكنها دعمت المنظمات وساعدت الدول الفقيرة التي تعاني من هذه الجائحة. برأيك في أحلك ظروف، إلا أن المملكة اليوم تعمل بمسؤولياتها وتعي حجمها وثقلها السياسي. نعم، السعودية حفظه الله الملك سلمان أعلن عن تبرع لمنظمة الصحة العالمية ب10 مليون، وقبلها أرسلت المملكة العربية السعودية إلى الصين مساعدات، ولا زالت السعودية من خلال المقيمين على أرضها ومن خلال كلمته شدد على أنه سيوفر الغذاء والدواء لكل المواطنين والمقيمين إذا لزمت الحاجة. هذا هو الملك سلمان، هذا هو خادم الحرمين الشريفين، هذا هو الأب القائد والذي نحتمي نحن يعني بحماه، وبارك الله لنا في جهوده وبارك الله لنا في ما يقدمه لنا، وحفظ الله البلاد والعباد وأعز المملكة العربية السعودية حكومة وقيادة وشعب. مها الوابل الصحفية كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.